مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا للحديث على مسألة فقدان الفرينة، فقدان السميد، مسألة الحبوب اللي ماشي ويتتفقد يتكون نادرة جدا. الحديث هذايا يرجعنا أكيد للفلاح التونسي ودوره في كل هذه المنظومة. ذاك علاش سعيدة باستقبال حمدي بوبكري المكرم بالمواد الموارد الطبيعية والموارد المستدامة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. مرحبا وبيك عايشك، شكرا على الاستضافه وشكرا للخيان الكل. مرحبا بك سي لطفي وسي رياض وسي عدنان. مرحبا بك. قبل ما نحكيو على هالفقدان المستمر في الاسواق التونسيه للمواد الاساسيه اللي ذكرتها انا منذ لحظات، نحكيو على انتاج الحبوب، نحكيو على دور الفلاح، لكن دور الفلاح ربما نستحضروا فيه معاناته اليوميه اللي تخلي برشا نقائص يصطدم بها وتخلي بالتالي عدم وفرة في الانتاج وتخلي بلادنا تخلي مفروض انتاجها هي الداخلي وتلتجئ الى الاستيراد، استيراد الحبوب مثلا من اوكرانيا ومن عدة بلدان، رغم انه قمحنا وشعيرنا وحبوبنا يشهد لها بالجودة ويشهد لها بالوفرة في وقت من الاوقات، لكن مش توا. شكرا مجددا. اليوم في الواقع القطاع الفلاحي يعاني، قطاع الزراعات الكبرى يعاني في معاناة كبيرة. كنا نأمل حتى من الحكومات المتعاقبة أنه باش تعتني بالقطاع الفلاحي وباش تعتني بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي، لكن إلى يومنا هذا لم نلاحظ أي حكومة وضعت الملف قدامها رغم عديد المحاولات اللي عملها وعملناها كاتحاد مع كل الوزراء ومع كل الحكومات الفارطة بعد الثورة. لكن الشيء اللي يحز في النفس أنه ما ثماش إرادة سياسية لتصليح القطاع الفلاحي وإصلاحه من جذور. اليوم تشوفوا القطاع الفلاحي، معناها الدولة التونسية تورد بما قيمته 1600 و 1800 مليار حبوب، وقاعد في تطور كل عام، ثم زيادة بالزملين وثلاثة ملايين ساعات في التوريد فيما التشعير وغيره. هذا ناتج على أنه ما ثماش استراتيجية واضحة في القطاع الفلاحي. اليوم الفلاح يعاني حتى في الموسم هذا من فقدان الأسمدة. بدينا من الموسم الفلاحي المرة الأولى، أولا الساعة حاجياتنا في تونس لا تتجاوز 80 ألف طرناطة من الديابي. جروب شيميك مولنا ب 50 ألف طرناطة فقط، 30 ألف طرناطة نقص، بالرغم اللي هي شنو سامحني المادة هذية؟ مادة أساسية في البذور من الأول بالكل نحطوها معناها مع زراعة. ثم نقص ب 30 ألف طرناطة ما ثماش، الفلاح اضطر أنه في عوض باش يزرع 150 كيلو في الهكتار، زرع 100 وزرع 70 وزرع أقل. بعد وتعرفوا أنتم المجمع الكيميائي يصدر في 450 ألف طن من مادة الدي ابي، استخسر في المجموعة الوطنية 30 ألف طن باش يعطيها التصدير، عنده أولوية. لكن من المفروض كار هما يمولوا الموسم الفلاحي ويمولوا الفلاحة متاع تونس قبل ما يصدروا، لأنه بعداش احنا باش نربحوا فلوس التوريد باش ترجع للخزينة العام متاع الدولة، وبالطبيعة باش تكون عندها انعكاس سلبي على إيجابي على الاقتصاد وعلى الدولة التونسية. نرجع اليوم لللامونيتر. حاجيتنا من مادة لامونيتر في حدود 220 ألف طرناط. اليوم الدولة ما نجمت تجيب كان عندها 108 ألف طرناط. ال 108 ألف ماشي كاملة زاد. أعطونا 85 ألف فيها 60 ألف توريد. و 25 ألف عند الفلاحة بالطبيعة. ولكن لا تفي بالحاجة. احنا حاجيتنا 220 ألف طرناط. اليوم ما عدنا في السوق الضخ كان 85 ألف وثم 23 ألف تو قاعدة تضخ يومين بالطريف بالطريف. بالظروف أو بالمواد المتوفرة تو قداش قاعدين ننتجوا احنا في الحبوب؟ الفلاح قداش قادر ينتج تو سنويا؟ نجيك في الحديث بالإنتاج. احنا نزرع في كما سنة مستأنسين قبل نزرع في 1,400,000 هكتار. قلصت المساحات هذه سنة المليون هكتار. قداش تجيب لنا؟ مليون هكتار من المفروض إذا كان ثم متابعة وثم أسمدة وثم إرشاد
وثم عناية بالقطاع الفلاحي وإحاطة بالفلاحين. المليون هكتار كنا نجم نجيبوا بها 25 و20 مليون، وجبنا بها في سنوات قبل 23 مليون قنطار. وتوا قعداش نجيبوا توا في الحالات القصوى. أنا نعطيك الأرقام. في الحالات القصوى سنة 17 جمعنا 8 ملايين و700، 2018 جمعنا 8 ملايين و300، 2019 جمعنا 13 مليون و580، و2020 جمعنا 7 ملايين، و2021 جمعنا 8 ملايين. بربي نتوقفوا عند الأرقام لطفي. من 23 مليون قنطار نوصلوا كان اختلنا توريد كان باهي معناها نوصلوا للأرقام اللي خيارات هو خلك من الأول أختي تكلم خلك معناها الحكومات المتعاقبة ولا حكومة فكرت في التعاطي مع الملف هذا بشكل استراتيجي. وإحنا نعرفوا الحكومات المتعاقبة منهم حكومة السيد الحبيب السيد. السيد الحبيب السيد هو قادم من الميدان الفلاحي وخبير فلاحي، ثم جاء السيد يوسف الشاهد وهو مهندس فلاحي، واعتقدنا أنه مع سي حبيب أو سي يوسف سيتم الانتباه على هذا الملف بصفة جدية نظرا لقربهم من الميدان هذا. لكن بطبيعة الحال شوف هذه لعبة، خلينا من الوقت البعيد شوية، هذا ما تعظناش من الكوفيد واللي صار، ما تعظناش وشفنا تجارب البلدان كيفاش أمن الغذائي كان هو أول حاجة أنقذتهم من أزمة الأزمة الخانقة هذه. إن شاء الله يكونوا فهموه من أزمة الكوفيد أنه حتى كي عندك الفلوس ما يكفيش. شفنا الدول الثرية لكن عندها الفلوس وقتها ما لقاتش لحتها سدت عليها. فوالا شولوا يعملوا الدول لذوكم توا، وخاصة الدول النفطية. يجي مثلا الدولة فقيرة كالسودان يشري فيها آلاف الإكتارات على 100 سنة، وتولي الالاف الهكتارات هذيك تنتج خصيصا لك الدولة الخليجية، وهكا زاد يعملوا في حقول ومزارع أوكرانيا وأوروبا الشرقية، لأن الدول هذيك خارجة من أزمة كبيرة وتعيش في فقر، وبالتالي اقتناء الأراضي سهل وسهل جدا. ويبدو أن البعض فكر في تمتيع بعض هذه الدول الخليجية بالأراضي الدولية الموجودة في تونس، وهذاك علاش ثم تلكة كبير في 500,000 هكتار اللي عندك لهنا في منحهم للشبان التواسة باش يخدموهم. واضح أنه الخطط هذا ما كان مخطط ليه لولا خلينا نقولوا 25 جويل. بالله باش نسأل مرحبا أنت جيت الاتحاد الوطني للفلاحين، شنو أحوال رئيسكم سيد عبد المجيد الزهر، وما حقيقة التهم اللي توجهت له فيما يخص التلاعب بالأسم ده هذه لا مونيتر وغير لا مونيتر؟ برشا كلام قاعد يخرج من قبل حتى ما تتوجه له التهمة، اليوم توجهت التهمة بصفة رسمية، أخشى ما نخشاه أنه يكون حاميها حراميها. هي بالضبط من أجل احتكار وخيانة موصوفة والاستيلاء على أموال عمومية. الله يشوف، أسمع الموضوع ضايع نجاوبك عليه باقتضاب ربما غدوة الحي عندي زميلي جاي تو يعطيكم أجوبة خير حتى مني هنا بالوثائق. هو التلاعب بالأسعار فاش يتلاعب فيه؟ احنا في اتحاد الفلاحين عندنا نبيع ونشرو، عندكم البنوات ما عندنا حتى بنوات. لا لا نعطيك انا تبدا خلينا نفهمك. الشخص اللي يلزمه ياخذ بونو تلقى العائله نتاعو فيها 8 مرته وصغار كل واحد بونو نتاعو، وتعطات في اطار معناه ولاءات سياسيه حزبيه. راهو سي عبد المجيد الزهر مع احترامنا ليه كان امس في الايام عضو مجلس شورى حركه النهضه، وبالتالي معناها اربط بسهم لما تروح حتى رئيس الحكومه. فهمتني؟ دونك ما ربما ما عندكش الجواب، هكا نحترمك خير، اما انا باش نبدو نعطوا في اجوبه معناها مخاتله، خلينا نمشوا فيما يفيد خير. مثالش نمشوا ولو اني نعطيك اجابه صغيره، هي الدعوه مثار الى يومنا هذا ما جاء حتى شيء. اي ما جاء حتى شيء. نهار اللي تجيه الاستدعاء تو لكل حادث حديث، لانه صرف النظر على ذلك سي حمادي ما شوف المنظمه وطنيه اذا ما اصبحت ذراع حزبيه او اصبحت حديقه خلفيه لحزب راهي تتخرب تماما ويولي مشكوك في استقلاليتها ومصداقيتها. واحنا بنينا الموقف هذا على جمله من الوقائع. هل تنكر انه السيد عبد المجيد الزهر هو عضو مجلس الشورى في حركه النهضه؟ هل تنكر ان السيد عبد المجيد الزهر كان في وقت من الاوقات قبل معناتها الجمله وكل النقاشات وهذيك كان مطروح لرئاسه الحكومه ايضا، وهو مقرب جدا 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 من رئيس الحركه راشد الغنوش. معناتها التتبعات او التهم الموجهه ليه اليوم معناتها عندها ما يبررها على الاقل الى حين انه يبت فيها القضاء يرحم والديك. هو شوف اسمع، هو استقال من 2013 من حركه النهضه
باش نكون واضح معكم، حتى سمير ديلو استقال من حركه النهضه. ولكن اليوم لا فرقه ما بين سمير ديلو يجاوبك يا تغنوش في شوي. اسمعني شوي، اصبر عليه شوي. كيما توزيع ادوار عاد مرحبا بك وصدرنا يتسع للجميع. مرحبا سي، مرحبا. احنا في الاتحاد الاطياف الكل راهي موجود، ناكد لك هذا، كل الاطياف السياسيه راهي موجود، وثم اللي شكون ما عندوش حتى انتماء سياسي في المكتب التنفيذي ايا كان. ولكن هذا لا ينفي انك انت اليوم غدو الحي باش تمشي تنتخب النهضه ولا باش موالي لل... لا مانيش نحكيو على الاخرين والقضاء، حاجه اخرى احنا نحكيو على هو اليوم بربي ما ناخذوش برشا وقت في هذا خاطر مش موضوعنا رياض بشوي. هو اليوم في حل، مانيش باش ندافع عليه، نورمال ندافع هو اكثر مننا. هو اليوم ما هواش عضو في مجلس الشورى حركه النهضه، واستقال من حركه النهضه وشاد اتحاد الفلاحين. واضح. نتعاملوا معاه كرئيس اتحاد تونسي الفلاحه والصيد البحري لامهات القضايا وباش نقدموا قضايا. واضح. به نرجعوا لموضوعنا، موضوع الحال حمادي بوبكري. اليوم عملت لنا تشخيص للوضعيه، علاش هالانتاج قاعد وما هوش بالصفه المطلوبه، قاعدين نستوردوا برشا، الفلاح التونسي قاعد يعاني. مع الحكومه الحاليه على الاقل قدمتوا مقترحاتكم، قدمتوا تشكياتكم، هذه جاتكم اجابات؟ شوف احنا نخدموا بالملفات، ماناش نخدموا كيف العاجل، اعطينا العاجل. العاجل ملفات في الانتاج في الزراعات الكبرى قدمنا لهم مقترحات، في اللحوم الحمراء قدمنا لهم دراسات، في شو اسمه في القوارص كيف كيف، في الزيتون كيف كيف، عندنا كل في التمور كيف كيف. بالنسبه للقطاع الفلاحي كل قطاع على حداه عندنا فيه دراسات وقدمناها من الحكومه. كما قلت لك من اللون ما ثماش اراده سياسيه لفتح او لمناقشه حتى الملفات من اساسها. انت اليوم وقت اللي تجي قدام مواسم فلاحيه تجي تحسب، معناها ابسط الاشياء انه تحسب في الربح دي، تجي تشوف في تونس تلقى القطاع الفلاحي معناها يساهم في الناتج الداخلي الخام ب 10% اللي هو 12.5 مليار دينار. تجي تشوف التمور كيف كيف، تجي تشوف الزيتون كيف كيف، تشوف التمور كيف كيف، تشوف القوارص كيف كيف، تشوف الصيد البحري اللي كيف هي ذات جوده عاليه. المفروض انه أيوة. بخلاف اكتفاء نباتي ثم موجهه للتصدير. نحب نركز تركيز مثلا على مقترح في الاتحاد في خصوص الزراعات الكبرى. اذا كان ما عدناش اليوم نظرة استشرافية لهذا القطاع سيندثر وستندثر السيادة الوطنية والسيادة الغذائية. اللي هو المقترح هذا، المقترح قلنا احنا علاش ما نعملوش برنامج على مدى 3 أو 4 سنوات في زراعة حوالي 200 ألف هكتار سقوي. ال 200 ألف هكتار سقوي نخصوهم في مناطق الشمال الغربي. ثم المساحات فاضية معناها موجودة، المساحات موجودة. لا لا سقوية عايشة. اي موجودة. أنا نعرف الموضوع موجودة. موجودة. اسمعني عايش خويا اسمعني. المساحات السقوية الفاضية اللي تنجم تكون فيها، هي معروف تعرف أنت أخير مني أن المساحات السقوية للزراعات الكبرى معناها عندها كلفة كبيرة، يعني المساحات السقوية في أغلب الأحيان يعملوا فيها لانتنسيف، معناها يعملوا فيها الزراعات المكثفة على أساس أنه يعملوا فيها أشجار، يعملوا فيها عنب طاولة، وذاك علاش الشمال الغربي بدأ يستوعب الزراعات هذه خاطر فيه بليفيومتري أكثر وفيه زادة مساحات سقوية أكثر. يعني وين مش تحب تعملها أنت المساحات الإضافية؟ الإضافية تعمل معنا في باشا، في جندوب، في قبلات بالذات. قبلات لانها منطقه فيرج نجم تعمل فيها اللي تحب. مناطق وديفيسيت ادريك منين تجيب الماء؟ عندها الماء. هي قلت لك سوبسيدي سيل. ايوه سوبسيدي سيل ما قاعد يعطي في الماء. احنا عندنا ديفيسيت ادريك في تونس. هنا باش نخيروا بين زوز توازنات. يلزمنا ترشيد استهلاك الماء الاول. اثنين يلزمنا حوكمه في الموارد المائيه. اي. وقت اللي نعملوا مناطق سقويه يلزمنا ناهلوها. أيوة. راهو عندنا ضياع في الموارد المائيه 50%. ايوا هذا هو علاش اي انت عندك اليوم 50% ضياع في الموارد المائيه، كيفاش تحب تجابه انت مواسم الجفاف؟ كيفاش مش تجابه مواسم العطش في الارياف وفي غيرها؟ واضح. اليوم في المهديه وفي المستير وفي سليانه وفي الكيف اغلب المناطق الريفيه عطشانه ما عندهاش ماء.
باهي رجعت لك رجعت لك حمادي ابو بكري. خلينا فقط نرجع لمساله ازمه الخبز، ازمه الاسعار اللي والمواد الاساسيه فقدانها، لا خاصه فقدان السميد والفرينه. علاش قلت هذا؟ خاطر باش يضمننا عبر الهاتف سلاح رقيقه نطق رسمي باسم الغرفه الوطنيه لاصحاب المخابز. اهلا وسهلا بك، مساء النور. مرحبا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المتفرجين قناة التاسعة وضيوفك الكرام. بين اللي يقول انه السميد والفرينة اليوم موجودين ومتوفرين وما تخافوش وما ثماش علاش تمشي بهاته اللهفة لشراء المادتين هذوما، وبين المواطن اللي نسمعوه يقول لك انا نهبط باش نشري ما نلقاهمش، ثم حلقة مفقودة سي أصلاح الرقيق. وايضا سؤال مباشر لك، سؤال الثاني، شكون اللي يقف اليوم وراء فقدان المادتين هذوما ونقص الخبز خاصة ومخالفة التسعيرة الرئيسية؟ اي نعم، بالنسبة للفرينة والسميد والشعير والكل راه موجود اختي، موجود بالحساب موجود، والسيد ممثل ديال الحبوب حداكم ويعرف الارقام ديجا جبدها المرة فاتت على الارقام، بالعكس يا اخي الارقام يمكن اكثر من الاستهلاك حسب تصريحهم في راديو اكسبريس. لكن ثم النقطة الأولى. شوية ديال الحبوب ماذا بيا يعني يوضح لي علاش ما يسربيوش القمح للفابريكات أقبل بثلاث أيام من راس الشهر. شو المانع؟ أنت تعطي عندك كمية كوتا. كوتا تعطيها مش تعطيها اليوم ولا غدوة. في بالي ما فيها حتى شيء، أنت مو محسوبة عندك برنامج الفابريكا الفلان طاحونا مش تاخذ كذا مش تاخذ كذا، في بالي ما هنا ما فماش لعب على خاطر التاخير هذاك نتاع كي يعطيوها كيما الاسبوع هذا. الغلطه مش من ديال الحبوب، من الضراب اللي صار في البرد في صفاقس. البابور كي تخل صار ضراب تعطيل شويه في سلك التوزيع. يعني اضراب بيومين عط معناها قلب المعادله كامله؟ يرحم والديك. اي نعم اي نعم، ولقوا في ديوان الحبوب ماذا بينا التوضيح من ديوان الحبوب على خاطر ما نتهموش، تو وليت كل حد يحكي باسم الوزاره، ساعه نسمع في الوطنيه وليت ثم وزاره موازيه نتاع الخبز وليت كذا، في بالنا نرتقي وانا قلت نرتقي القدام شويه ونعطي كل حد حقه. راهو بالنسبه للوزاره ما هي حارصه على الشيء هذا، اما ثم اهو الحلقه تو نطيحوا بها احنا. كونه كيف تعطيني القمح لو 31 ولا لو 1 الصباح اختي، والسيد خبير ما شاء الله يعرف والناس الكل، القمح كيف تخدمه في وقته وثم فابريكات مشكورين راهو يجي يخرج كان بعد ثلاث ايام مشكورين، علاش؟ يقول لك نخدموا في عقله باش يخرج صحيح، يعطيك شكاره 50 كيلو اللي يبغوا 50 كيلو انت تخدمها تعطيك نتاع 47 كيلو، علاش؟ حيت مقلوله ما خدتش وقتها. هنا اختي احنا في ساق مثلا امس برك انا الخباز كنت الاقل خباز لقى روحه نقصته 30 شكاره في الانتاج من طريقه التوزيع. تفهم فيا ولا؟ طريقه التوزيع أي. القمح المتاخر يتخدم مستعجل يولي ما يعطيش التقريص المطلوب. باهي بربي تبقى معايا في النقطه هذه هاو سي حمادي ابو بكري باش يجاوبك، تفضل. هو في الواقع اجابتي انا راني منتج للحبوب دوري يكتفي في الانتاج وهذا هذه مهمه راهي تهم ديوان الحبوب بالذات وتهم وزاره التجاره. احنا كفلاحه ما تهمناش او كاتحاد فلاحين ما يهمناش ما بعد الانتاج، هو موكول جهات اخرى مسؤول عليه هو ديوان الحبوب اللي هو يوزع في الليكوتا وكذلك متابعته من وزاره التجاره. بيه؟ لا مش وزاره التجاره، لا ديوان الحبوب انا علاش ما يسرديش قلب التدريب؟ على خاطر يعمل بلبله في السوق، يعمل تضارب في السوق، يولي الانتاج مش صحيح. تجي ستاتيستيك نتاع وزاره التجاره تلقى روحها مش تنتج 8 ملايين خبزه في النهار تلقاهم 6 ملايين. 2 ملايين انت خدمت الكونترات نتاعك صحاح لكن ما عطاوش الانتاج الصحيح. هذايا ما تفيقش به وزاره التجاره راي. اذا فيقوا به احنا صناعيين وفقنا به. وراي السبب فيه ديوان الحبوب. شنو المانع باش تقول لي ست عاد ما نخدمش؟ يا ولدي الوطن، الناس كلها تحكي على الوطن بالبلوط ولا شنو؟ يا اخي الوطن كلمه ولا وطنيه صحيحه. كل حد وطن وباتيكا في الدور يعمل ليها. به سي سلاح رقيق، هل هذا يفسر الاسعار المختلفه بين من مخبزه الى اخرى في اسعار الباكيت والخبزه؟ سامحني كمل سؤالك الله يبارك، سامحني. ايه تفضل. الاسعار الاسعار ب 190 ملي حكينا فيها المره الفايته وجيتكم انا غادي في البلاتو مشكور نعرف، لكن بالرغم من ذلك بعد المقابله هذه تواصلت التشكيات، عينا بانفسنا ونلقاو انه الاسعار بقيت مختلفه.
هذوما سي البوان شو اللي هما احنا ديما قلنا راهو نرتقيو ما احناش نجدو فيهم لي بوان شو هما سون دي بوان شو سوبر ماش دي بولونجي راهو رد بالك. وعندما يقول لي القوانين واحنا حلينا الدوله خلتني نحل والقانون بدلته من عام 56 اختي الكريمه خبزه العائله كيلو او كالامر العلي عندكم وقتها الدوله اعطت اللي يحب يخدم سبيسيال 15% تاع الخبزه الكبيره اللي هي 150 جرام. الور تو احنا في الخبزه 500 جرام الصوص 15% تاعها تيقال 75% الدوله خليتهم تخدم في 150 ما عملتش معهم البين هنا خليتهم لكن ابعد باش المواطن ما يغلطش. المواطن كي تخدم له باكيت وتقول له باكيت وهي 150 جرام و 250 مليم تولي بلبله. احنا وقتها عملنا في المفاوضات الموجوده عملناها طولها اللي هي باش نقعدوا هما مصنفين في شيء واحنا مصنفين والعصر اللي حتى اللي قلنا فيه راهو ياخذوا في الماتيريال الفاضل نتاعنا احنا لا نرتقيوا في النقاش. العصري احنا من سبعينات الاقوى ماتيريال هبط في الخبازه والعفاس الله يرحمه ويسير ما عليناش من مجتهد اسكر احنا نحبوا نقدموا لقدام. راك انت بونشو وعندك قانون تخدم به والدوله وقت اللي حليت ما قالتكش نعطيك المدعم والسائد كله السيده الوزيره جات في البلاتو قالت تخدم بالمفروض لا قالت راهو يخدم بالمدعم نسبيا اما هما يخدموا بالمدعم زايد ويعمل في اسعار وحدهم بكري قال الخبزه من شنو اللي نبيعها كان يعطيني فرينة هذا الكواش نبيعها ب 100 طيح 100 تجي راهي طيح 104000 وراهي تاكل 45 دينار يدعملها وراهي تاكل فوق ال 80 دينار مزوط تاكلهم 80 دينار تاكلهم في حاجتي خليهم الخميره وخليهم يا ولد نرتقيو كي تحب تعمل بلبله ما تعملش حساب الشعب او الشعب او الشعب او الشعب انت حليت خبز رفيع بوان شو بوان على ليني عندك راس شروط وعندك امر علي طب والدوله ما دارتش عليك راهو رد بالك اش قاعد تعمل والبلبل تعمل فيها بالسوق وهم متهمين بياسر لكن انا ما يهمنيش فيهم ما تجبدش ما تدخلش الدوله وما تدخلش المواطن انت بوان شو تخدم واضح عندك كاي تشار تخدم عليها واضح. شكرا لك سلاح رقيق ناطق رسمي باسم الغرفه الوطنيه لاصحاب المخابز. ثم هي فقط ملاحظه وانت سقطتها زاده منذ قليل اوكي نحكيوا على اضراب خاطر تكررت حتى وزيره التجاره حكيت على اضراب البرد نتاع صفاقس اي لكن ما عندناش احنا عندنا عده سيناريوهات عندنا نعملوا عمليات استباقيه ما عندناش مخزون استراتيجي نلجؤوا في الحالات هذيا. شوف المسؤولين الرسميين يقول لك عندنا مو تعرفك الحكايه نتاع تيوريك موني تريبيش اي من الواقع قال يقول حاجه اخرى لكن شوف هنا جايك بكري لهنا ونسمع في الاخبار في موزيك حاجز تقريبا مئات الاطنان من السميد والفرينة نعطيك بالضبط قداش حاجز اكثر من 3500 كيلوغرام من السميد المدعم هذا كان لليوم هذا نحكوا على السميد اليوم هذوما اللي تشدوا تعرف القاعده الديوانيه تقول لك راه على 100% هذا في ارينا راه فقط اي على 100% عاده يتم حاجز 40% دونك هذه مشتره بمعنى احنا دولتنا تصرف في 1700 مليار على دعم الحبوب شوف تقريبا جزء كبير منها قاعد يمشي لاشقائنا في ليبيا يا خويا احنا ندعموا في الغذاء في جزء كبير منه في ليبيا بالشفاء لهم كما لقيناهم هاو تبارك الله لقيناهم قاعدين ندعموا زاده ونبعثوا لاخواننا في الجزائر القرض اللي اعطته لنا الجزائر من هنا تاخذ به مواد مدعومه من هنا ايش شنو المحل تو تو عندك انت معابر ديوانيه يقع احكم القبض عليها وتبع الديواني غادي وتبع الكياس اللي يشروها هذوما كبار المهربين واللي يبيعوا ويشريوا في رزق التوانسه وفي مواد هو في علاقه في علاقه بالكلام هذا فقط مازال دقيقه خليها حمادي بوبكر وعارفه تسكروا في نفس السياق تقريبا هناك حديث على انه بذور ممتازه زادت تغادر الى اقطار تهر الى اقطار مجاوره ممتازه قاعد تهر التهريب قاعد موجود في كل بقعة بكميات كبيرة أما ربما سي لطفي مشكور جبد على 1700 مليار توريد أما شوف الصندوق التعويض بعد كيفاش يعوض فيهم في تونس لهنا داخل قضايا الشراء وزيد على الأقل 50-60% نتاعهم هو يزيد يتبناهم صندوق التعويض باش الباقات تتباع ب 190 فرنك هذاك علاش قضايا اليوم تفاقم العجز التجاري في تونس من بين الأسباب نتاعو
هو عجل ميزان تجاري الغذائي. هي السميد اللي تحكي عليه انت يا ملاك ويحكوا عليه المواطنين يقول لك ما نلقاش في الحانوت، امشي تلقاه موجود في ليبيا في المغازات. اوكي يبعثوا لنا في التصاور اصحابنا اللي ليبيا يبعثوا لنا، عنده المقرونه وعنده السميد وعنده كل شيء. مش مع بعض، تفضل سي حمادي. لا دخل تما تفضل سي حمادي. سي حمادي قبل الثوره وانت تعرف بالقداء وانا نعرف اللي انت تعرف وتعرفني اني انا نعرف، صحيح كنا نحضروا معنا في نفس الهياكل، صحيح كانت فما هياكل نتاع تنسيق تجتمع هذه الاشكال كله راهو مشكله عدم التنسيق. كانت تجتمع اللجان هذيا في وزاره التجاره وفيها وزاره الفلاحه وزاره التجاره وزاره الصناعه المجامع المهنيه صحيح والمهنه ممثله في اليوتاب وفي اليوتيكا باعتبار سؤالك مباشر زاد دقيقة باش يجاوبك عليه. هذايا مزيان ولا لا؟ أنا نفكر الدولة كانت تتابع سي لطفي بن علي رئيس بن علي لابد يمشيوا له تقارير والكميات والتحويل قداش وكل شيء، يعني يجاوبك في فترات الذروة كانت تجتمع مرة في الأسبوع وقت رمضان في رمضان ديما عاد ما عادش وقت يفضلك خليه يجاوبك. اللجان هذه ما عادش تجتمع وما عادش موجود اللجان هذه خلاص ما هيش موجود. لجان التفكير ما عادتش ملي تنجح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تونس خلينا مشت على روحها بطبيعه. لجان التكفير ما عادش لجان التكفير. سؤال اخير، رمضان قرب عنا، المخازين الاستراتيجيه والمخزون الاستراتيجي لا موجود بيض هو بيض هو هو بيض هو سمين هو فريق حاضرين ولا مش حاضرين حتى على مستوى الزراعه بحول الله الشعب التونسي ما يقعدش ناقص لا من الدجاج لا من العظم لا من اللحوم الحمراء ولا من غيره، لانه فلاحتنا راهي فلاحه باهيه وفلاحتنا فيها كل خير ونتفائلوا خير وان شاء الله تونس خير غدوه الحي ان شاء الله. شكرا لك حمادي ابو بكري المكلف بالموارد الطبيعيه والموارد المستدامه بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. شكرا لطفي عدنان رياضي، يعطيكم الصحه انتم على حسن المتابعه، نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت على قناه 9. صباح الخير الناس الكل.